الحياة من بعد هون، إن أرى أن قال كن فهو فظلام ثم نور. إنا قصدنا مرة في عصر يوم ضاحية نمشي على أقدامنا بين الجهات الخالية، فإذا الحقول نضيرة تروى بماء الساقية، خضراء يزهو زرعها حول القصور العالية، والناس في أنحائها تسقي وتزرع راضية، والبط يلعب سابحا فوق المياه الجارية، فيها الحياة جميلة فيها المعيشة صافية. من قال كن فهو فظلام ثم نور.